عبر شاه إيران وهو في منفاه بكشف الحقائق قبل موته قائلا: إن مكائد البلاط كانت معقدة وشائكة. لكن في الحقيقة في كل بلاط مكائد، ليس فقط في بلاط الشاه بل في كل البلاطات والقصور. فكل أبطال هذه المكائد المعقدة والشائكة هي دائما من النساء كما يقول. في هذا التقرير التاريخي نكتشف السياق العام لزواج للا ربيعة وللا رقية من السلطان المولى عبد الحفيظ، وما هي مكاسب عائلتي القلاوي والمقري من هذا الزواج بالسلطان الذي وقع معاهدة الحماية في 30 مارس 1912 بفاس. وكيف تم هذا الزواج، وكيف تخلت هذه الزوجات عن السلطان في الزمن الشدائد. ابقوا معنا، دعموا القناة واشتركوا فيها دعما لهذا المحتوى التاريخي والتحليلي. يقدم لنا الوزير العالم الفقيه المختار السوسي كثيرا من حالات هيمنة النساء الساحرات على السلاطين المغاربة أيام الحسن الأول وولده عبد العزيز مثلا، وأن هذا الأخير عندما عين المدني القلاوي أختهام القلاوي وزيرا أولا قائلا: كان السلطان مائلا إلى وزيره الأول. لنتحدث عن امرأة عجوز كانت تتردد بين دار السلطان ودار الوزير راكبة على بغلة، وكان الوزير الأول القلاوي يسميها مزوارة وقد يقول لها القايدة، وأنها كانت تسحر للسلطان لكي لا يخرج عن رأي وزيره حين كان سوق السحر رائجا في فاس، وكان لهذه الساحرة تأثير على السلطان. هذا ما كتبه المختار السوسي في كتاب مائدة الغداء. ومن بين مصاهرات السلاطين التي تمت مع بعض رجال القصر المقربين من البلاط، تلك التي حدثت على عهد المولى عبد الحفيظ، كما أشار إلى ذلك عبد الصادق القلاوي في كتاب الباشا القلاوي العودة، حينما تزوج السلطان المولى عبد الحفيظ من للا ربيعة ابنة المدني القلاوي الصدر الأعظم للسلطان. يذكر الكاتب المغربي بول باسكون إن المساندة التي قدمها القلاويون لصعود المولى عبد الحفيظ إلى العرش في مراكش غشت 1907 ومساهمتهم في ظحر الجيوش العزيزية في زمرانة وحقلعة سراغنة كان جزاؤهم عنها تعيينهم في الجهاز المخزني، وأن للا ربيعة بنت المدني القلاوي أهديت زوجة للمولى عبد الحفيظ سنة 1910. ثم للا خدوج بنت تهامي القلاوي تزوجت عبد السلام المقري وزير المالية، وتزوج المدني القلاوي زينب بنت المقري، وثلاث بنات للمدني القلاوي تزوجن بقياد الدير أوريكي وبندريس والدردوري. لكن تهامي القلاوي تزوج بنت الحاج المهدي المنبهي وزير ملاح عبد الحفيظ سنة 1918، أي بعد إقالة الوزير القديم. وبالتالي كان الرجال الأقوياء يستعملون الزواج من أجل الضغط على السلطان من قبيل الحاج محمد المقري الذي كان وزيرا أولا في عهد المولى عبد الحفيظ ومولاي يوسف ومحمد الخامس، وكان قد زوج ابنته رقية بالسلطان المولى عبد الحفيظ. وبعدما نفي المولى عبد الحفيظ ولم يبقى سلطانا طلقها أبوها المقري وزوجها للسلطان الجديد مولاي يوسف، وعندما مات مولاي يوسف زوجها للرجل القوي الجديد الحاج تهامي القلاوي. القلاوي نفسه زوج ابنة أخيه المدني للا ربيعة للسلطان مولاي عبد الحفيظ في إطار صفقة لحضور من مزيد من عائلة القلاوي والمقري في البلاط السلطاني. وبمجرد توقيع السلطان على معاهدة الحماية في 30 مارس 1912 غادر السلطان مدينة فاس في يوم 6 يوليوز متوجها إلى الرباط تمهيدا لتنازله الاختياري وتقديم استقالته عن العرش لأخيه الأمير مولاي يوسف بن الحسن الأول يوم 12 غشت 1912.
وهو اليوم الذي بويع فيه السلطان مولاي يوسف ببيعة شرعية في مدينة الرباط، والتي صارت عاصمة إدارية للمغرب بدلا من مدينة فاس، والتي احتفظت بشهرتها العلمية. وانتقل المولى عبد الحفيظ إلى مدينة طنجة ثم إلى فرنسا، وأدى فريضة الحج سنة 1913. ولما أعلنت الحرب العالمية الأولى استقر في إسبانيا إلى سنة 1925، ولم تسمح له فرنسا بالعودة إلى طنجة، فأقام في فرنسا إلى وفاته سنة 1937. فنقل جثمانه في باخرة جنة إلى الدار البيضاء، ومنها إلى فاس في إطار حديدي خاص. أقيمت له جنازة رسمية رهيبة حضرها محمد الخامس، ودفن بضريح جده مولى عبد الله بن اسماعيل بفاس. كان محمد الخامس يعرف خبايا هذه العلاقات، وكان يعطي لعلاقاته مع النساء الأقوياء طابع المجاملة كسبا لحيادهن. في عز الصراع الذي اندلع بين القلاوي ومحمد الخامس قبل المنفى، ذهبت زوجة القلاوي لزيارة الوزير الأول المقري وكان مريضا، ففوجئت بتواجد الملك محمد الخامس الذي جاء لزيارة وزيره الأول. ولكن زوجة القلاوي لم تشعر بأي تضايق لدى الملك محمد الخامس الذي كلفها بإبلاغ تحياته للحاج التهامي القلاوي. هذا ما كتبه عبد الصادق القلاوي في كتابه عودة أبي. كل هذا والتقاليد المغربية المكتوبة والمروية تجعل مشاكل الزواج الملكي أو السلطاني في عداد أسرار الدولة، ورغم ذلك ها هي أسرار تتسرب. ولكن الملكية الأخرى في مصر مثلا، وقد كانت في عهد الملكية منفتحة على الإعلام لكي تنتهي، خاصة فيما يتعلق بالملك فاروق وبمآسي ظهرت مع الأيام، وانتهت في الواحدة من صباح 17 مارس 1965 بأحد الملاهي في روما، والملك فاروق محاوطا برفيقته الإيطالية إيرما كابوتشي ليسقط السيجار من فمه بغتة فوق المائدة، ويسقط مفارقا الحياة على سن 45 عاما. فقد غادرته زوجته ناريمان وهو في المنفى لترفع عليه في إحدى المحاكم دعوى المطالبة بالنفقة، ثم تتزوج بعد 3 شهور بالدكتور أدهم النقيب لتصرح للصحافة بأنها عاشت في القصور أشقى حياتها، وكانت زوجة فاروق الأولى فريدة تصنع الملابس وتبيعها لتكسب عيشها قبل أن تصبح رسامة تبيع لوحاتها في شوارع أوروبا، كما كتب محسن محمد في كتاب سقط النظام. ذاك هو التاريخ، تاريخ من المصالح ومن التدافعات ومن حروب سرية وخفية ومعلنة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.